ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في وصف من وصفات كويزين عيشة فلاح. البنات اخباركم؟ كي دايرين مع الصحة؟ مبروك عواشركم، كلشي في امان الله. اليوم ان شاء الله غادي ندوزوا لواحد الحصة ديال المالح. شحال من بنت طلبتني على لي صالي، والله البنات الا غير ما كنساليش، اما تبارك الله راه موجود الخير، موجود الوصفات. دونك اليوم غادي نديرو واحد البريوات بالكفته، وغتشوفوا معايا المقادير، وفي غاميزيغ انا غادي ندير معكم كلشي في نوبه باش بلا ما نحط بزاف ديال المكونات، تبان لكم القضيه فيها المكونات بزاف. دونك هنا عندي واحد المقله، انا غندير كميه كبيره، وغادي ندير واحد المقله تكون كبيره. دائما في المالح ملي كتبغيو تشحروا شي حاجه خذوا شي حاجه تكون كبيره وواسعه، باش هكا كلشي لي زانغغيديون كياخذوا حقهم في الطياب. اما ملي كتكون داكشي صغيور راه كلشي كيجي مضيق، وشي كيطيب وشي ما كيطيبش، على عكس ملي كتكون المقله. دونك هنا خديت مقله كبيره، درت فيها تقريبا كيلو الا ربع ديال البصله خضريه، واحد المعلقه ديال الزبده، وغادي ندير الزيت باش غنشحر هادشي. دونك نتسناو على هاد البصيله هادي تهبط عندنا. لما البصله هي بدات كتشحر شويه بشويه، ما تخليوهاش تهبط بزاف، لان الخضاريه هذه دغيا كتهبط. غادي نضيفوا لها واحد 4 درويصات ديال البرو، بحال هكا، ونكملوا الشحر ديالهم. البرو كيبنن لينا الحشوات مزيان. غادي ناخذ هنا واحد 2 كفيفلات حمرين، كنحماق على هاد اللوينات هادو ملي كيبقاو ليا بهاد يعني بهاد الجماليه هادي ديال هاد الشيء هذا. دونك الشحار ضروري مهم. لحد الساعه مازال ما درتش الكفته، مازال ما درتش العطريه حتى هي. دونك هنا كنعطيوها الخاطر تلبس لينا ديك السميطه ديك الفليفله، كل حاجه كتاخد حقها. صافي دابا غادي نبدا نضيف الكفته. انا عندي هنا كيلو وربع ديال الكفته، نتوما بغيتو ديرو غير نص كيلو راه ممكن ديرو غير نص كيلو، ماشي مشكل، واحد كيدير بحساب داكشي اللي عندو. غادي نحاول نفرش حتى هكا، بطبيعة الحال راه اليدين كيكونو مغسولين و معقمين و كلشي كيكون نضيف، ضروري منخدمو بالزينة مرة مرة ولا شي حاجة. كنبقاو نفركشو في هاد الكفتة مزيان، كندخلوها في هاد الشي كامل. البنات الكفته ديالي هي باقا كتشحر، مازال ما طابتش. هنا غندوي لكم على العطريه. دونك في العطريه عندي معلقه ديال الابزار، معلقه ديال الملح حسب الرغبه، عندي الثومه واحد 3 دريسات ثومه محكوكي، عندي واحد 2 سنتيم ديال سكينجبير هكا طري، وعندي هنا عطريه ديال دومي كلاص. هذه راه موجوده البنات، راه ماشي بالنسبه للبنات ديال المغرب، راه كاينه. هنا عندي معلقه كبيره ديال العطريه ديال الكفته،
يعني هنا الا بغيتو تعوضوا ما ديروش هذه، بغيتو ما ديروش هذه، اكتفيو غير بهذا الشيء. دونك انا غير هنا باش كيبان ليا هذا الكفته هذه. دونك هاد الفيني كلاص راه موجوده بزاف بزاف بزاف، البنات اللي كاينين هنا في المغرب راها كاينه عند في الرباط في الدار البيضاء في مراكش كاينه موجوده. خلاص العطريه الكفته راها كاينه موجوده، اللي ما لقاتش العطريه الكفته راها كدير شويه ديال التحميره وسكين جبير والخرقوم، المهم ديك المسائل ديالها كامل. انا غير كنعطيكم دائما الجديد في هنا في العطريات، الحاجه اللي غادي تعطيكم شويه النكهه واللي غتبان لكم حتى الحشوات ديالكم. دونك هنا غادي نضيف هذا الشيء كامل، يعني هنا بالنسبه للبنات ديال الخارج راه اللي ما عندهاش راه تدير بويون، كدير واحد الكيب، كدير يعني عطى الله ما يكتب. اولاد ممكن كاع الاستغناء على هذا الشيء كامل كله، تكتفيو غير بالملحه والبزار والسكين جبير ديالنا والعطريه العاديه ديالنا. حنا غير هنا باش كنعززوا المذاقات وكنخرجوا النكهات جداد وهذا الشيء اللي كاين. اما راه ما كاينش بحال العطريه ديالنا البلديه، راه كنمشيو كندورو كندورو كنرجعوا ليها نيشان. دونك هنا كنخلي داك العطريه كتشرب، داك الكفته عندي كتشرب. علاش ما درتهاش في الاول؟ لان في الاول كتكون يلا خصها تطلق داك الدم ديالها وكتكون ما غتشربش ليا. دونك هنا ملي كتبدا تدخل الطياب هنا غتشرب العطريه وغتشرب اي حاجه كنعطيها لهاد الكفته هذه ولا المكونات اللي كاينين، كلشي كيتشرب داك العطريه. صافي نخليو هذا الشيء كينسجم بحال هكا كيطيب وندوزو ونكملو الباقيه اللي باقي لينا. ندوزو دابا باش ناخدو واحد الهشوار وغادي نوضع فيه هنا ثلاثه ديال مربعات ديال الشعريه الصينيه فزكتها في المطايب. غادي نوضع هنايا لي شامبينيون نواغ حتى همايا، كانوا عندي مكونجولين دابا يذوبوا. غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال هاد العطريه ديال دومي كلاص هكا، عندي واحد المعلقه ديال لا موطارد باش نحيدوا ديك البسوله ديال هاد لي شامبينيون. هاد معلقه صغيره ديال عطريه ديال الكفته، عندي شويه ديال لا سيبوليت وواحد المعلقه ديال صلصه الصوجا. صافي وغادي نطحن هذا الشيء كامل. غادي نهرشي هذا الشيء كامل كامل مزيان ونزيدو على المقله على خليط بحال هكايا هكا، وغادي نضيفو على الكفته. صافي وغادي نخويها في الخليط هذا باش يمتص ليا كاع داك السوائل اللي كتطلق الكفته والبصله كلها. غنخلي هادشي يتشحر مزيان حتى ما يبقاش عندي السوائل كامله. دايره كميه كبيره داكشي علاش دايره المقله هكا كبيره. صافي كنخلطوا هادشي مزيان حتى كينسجموا وكتشرب عندي كلشي، داك الشعريه وداكشي كلشي كيمتص داك العطريه اللي درنا. صافي غادي نخليها هكا تشحر، هي دابا دغيا كتمتص داك السوائل ما كيبقاوش. صحوا الذوق ديالكم بشويه ديال الملحه ولا اللي بغات الحار ضيف الحار. شوف كيفاش كيبقاو اللوينات، كيبقاو زوينين بزاف بزاف بزاف، والحشوه كتجي بنينه بزاف. دونك نكمل معاها انا حتى تنشف عندي ما يبقاش عندي هاد الماء هذا. صافي نصور عليها ونضيف عليها
المعدنوس في الاخير، ملي تبرد تماما غنضيفوا ليها الموتزاريلا. هنا في الاخير كنضيف المعدنوس، صبور المعدنوس صافي، وغنطفي عليها. ها هي نشف، شوفوا شتي ولات خاصها تكون ناشفه باش ما تقطع لكمش الورقه ديالكم. وهنا ملي غتبرد تماما عاد غنضيف عليها الموتزاريلا بحول الله. هنا من بعد ما كتبرد عندي الحشوه كنخويها في واحد الاناء اخر، وديك الساعات غادي نخوي عليها هكا الموتزاريلا جهد 200 غرام ديال الموتزاريلا بحال هكا باش ما تذوبش ليا في الاول. وغادي نخلط هذا الخليط هذا ونخليها نحسو بالكفته كلها فيها الفرماج، باش ملي كتهزي شي وحده كتلقاي فيها كتجبد معاك. صافي، وغادي نخليها مزيان ترتاح واحد الساعه في الثلاجه. ضروري الحشوات خصهم يبقاو في الثلاجه على الاقل واحد السويعه المكانه، ولا الا كان مزيان يباتوا ليله كامله. وديك الساعات غندوزو باش نديرو ليهم الحشوه ديالهم نعمروها في الورق. كندوزو هنا باش نعمرو هاد القنينطات ديالنا. كناخذ الورقه كنقسمها على اربعه، وكناخذ الحشوه ديالي كنحطها هكا. بعد ما كتبرد طبيعه الحال كيبقى فيها الفرماج باين. كنقادو هكا كندورو هادي كنحاولوا نزيرو ونقادو البودان ديالنا. كندورو هاد الطرف هكا هاد الطرف هكا، كنديرو شويه ديال البيض وكنلويو لي بودان ديالنا بهاد الطريقه هادي بحال هكا باش كيجيونا دي بودان مقادين. دونك ملي غادي نكمل راه غندوزهم في لاشابلوغ في البيض و لاشابلوغ. دابا نكمل الحشوات كلهم نعمرهم كاملين هاد القرينطات اللي عندي الكميه كلها. كنلصقو بالبيض اولا بالطحين اللي بغيتو، وكنلويو هادو هكا وكنحطو في البلاطو حتى كنساليو نكملو الكميه كلها. وعاد ديك الساعات غندوز باش ندير ليهم لا شابلوغ. هنا ندوزو باش نديرو لا بانيوغ. كناخذ البيض كنطرب البيض، وهنا عندي لا شابلوغ كندير فيها الزنجلان بيض الزنجلان كحل، كندير فيها شويه ديال الاعشاب، يقدر يكون معدنوس او حباق او اي اعشاب كتفضلوا، شويه ديال الثومه من السما، المهم كتنسمو نتوما ديك لا شابلوغ ديالكم باش ما بغيتو. وكندوزوها هكا في لاشابلوغ، وحده كتكون يد كتكون كدير في البيض، وحده كتبقى نقيه هكا. وكنتحصلوا على لي سيجار ديالنا، شوفوا كيفاش كيجيونا. غادي نعطيكم البنات واحد لاستوش باش ديروا لاشابلوغ ديالكم في الدار بوحدكم. كتاخذوا البان دومي كتزولوا ليه داك لي كوتي اللي كيكونوا هكا دوك لي كوتي اللي كيكونوا طايبين، وكتخليو غير لامي غير البطعه ديال الخبز، كديروها في الطحانه وكطحنوها، ومن بعد كتغربلوها وكدوزوها في الغربال مزيان، ومن بعد كديروها في الفران كديروا 100 درجه وكتدخلوا لا شابلوغ ديالكم حتى كتنشف كيحيد منها داك الماء من داك الخبز. وغادي يبان لكم بان داك الروائح كلها اللي كتكون بحال ريحه الخل او داك المواد الحافظه كلها كتيفابورا كلها كطير، وكنتحصلوا على شابلوغ اللي كتكون كتقرمش زوينه بزاف. عاد انا هذه اللي درت هنايا هادو دوك لي كوتي الجناب، اما البيضه كنخليها باش كنستعملها بحال هكايا. ها هي ما كاينش بينها وبين الاخرى شي حاجه، هذيك ديال البانكو اولا اللي كتباع جاهزه كنصوبها بوحدي في الدار، لان الاخرى ملي كتشري هذيك البانكو تطلع شويه غاليه فيكو لا كونتيتي كتكون عندي لا كونتيتي بزاف، يعني ما غاديش ننجم انني تجيني هكا رخيصه. دونك هذه ها هي شوفوا كيفاش كتسمعوا
شفتوا التقرميشه، كندخلها للفران حتى كتيبس مزيان، ومن بعد كنخرجها وكندير لها هنا درت ليها الخضر مجففه في هاد سميتو، هادو كندوز فيهم لي سيكار ديال الفروماج اولا البو لي جامبون، وكنزيد فيها الزنجله نكحل اولا البافو اولا الزنجله بيض. شوفوا نتوما كيفاش بغيتو تنسمو ديك لا شابليغ ديالكم. صافي وهكا كنكونوا اقتصدنا شويه من هذيك لا شابليغ اللي كطيح هكا شويه غاليه بالنسبه للباكيه، راه دابا وصلت يمكن شي 70 اولا 80 درهم. هذه كتاخذوا هذاك البندومي البيض اللي كيكون ديال دقيق الفرص، وهو اللي كديروا ليه هاد هانتوما. شوفوا كيفاش كتجينا، شتي شوف. دونك نكمل الكميه كلها اللي عندي ونوريكم ان شاء الله الشكل النهائي. ديما يد كتكون عامره ويد كنخليوها باش كندوزو لا شابليغ. بعد ما ساليت الكميه كلها اللي عندي كندير نستفهم هكا في البلاطو وكنخلي بيناتهم هكا ليسباس، غادي نغطيهم بفيلم اليمونتير وندخلهم للكونجيلاتور حتى كيقصحوا، عاد غادي نجمعهم في لي بواط ديالهم. وبهكا كنكونوا سالينا هاد لي سيغار ديالنا اللي درنا بالكفته. غادي تشوفوا معايا نخلي لكم صوره ديال الشكل النهائي ديال هاد لي سيغار هادو، وكنقول لكم عواشر مباركه والى اللقاء ان شاء الله في وصفه اخرى بحول الله.